بداية كده يا دكتور، عايزين نعرف ايه اسباب الفتور بين الزوجين، وازاي ان الزوجين يتخطوا المشاكل في الفتور في العلاقة ويعيشوا حياة سعيدة مع بعض. طب حضرتك سألتي سؤالين، اول سؤال كان ايه هي الاسباب اللي بتوصلنا لمرحلة الفتور الزوجي، وتاني سؤال ازاي يعيشوا حياة سعيدة مع بعض. بالظبط. طيب خلينا نجاوب الاول على السؤال الاول، ايه اللي بيوصلنا للفتور كزوجين؟ اوكي. رقم واحد، في انواع من الشخصيات هي بتوصلك فعلا ان انت بيجي مع تكرار المواقف بيجي عليكي وقت فانت مش حابه تتكلمي مع الشخص اللي قدامك، حتى لو كان الشخص ده زوجك اقرب الناس ليكي. صحيح. مثلا خلينا نقول زي الشخصيه المتفرده، حابه ان انا ابدا بيها كلامي النهارده. الشخصيه المتفرده دي ندي مثال صغير بسيط قوي عشان يبقى معظمنا عارفها، سي السيد بتاع زمان اللي هو الراجل الزوج اللي هو بيحب يتكلم يبقى كلامه مسموع، مفيش اي نقاش في كلامه. سي السيد علشان يبقى المثل معانا كلنا. ما بيحب الصوت تاني في البيت غير صوته. الكلام اللي بيقوله طول الوقت لازم يبقى صح، وده طبعا مش معلومة صحيحة طبعاً. اي حد في الدنيا رأيه وارد ان هو يبقى صح، وارد يبقى رأيه غلط. في حاجة تاني ده برضو، ده كده التفرد يا دكتور. الشخصية المتفردة في حتة برضو مهمة قوي نقولها تاني، فضلي. عدم المشاركة، عدم السماح بالمشاركة، سواء من كان من زوجته او كان من اولاده، هو ما بيحبش كده تماما. الشخصية دي بالذات نحط عليها اندرلاين كتير قوي. قصدك انانية، ثقة في النفس زيادة عن اللزوم، بس هي مش محبوبة شوية. بالظبط، اللي هو ما ينفعش اي حد تاني يشاركني في رايي او حتى يديني رايه بحيث ان انا اسمعه اعدل بيه رايي، ده لو صح. صح. الشخصيه دي متعبه جدا. مش ثقه، يعني انا وجهه نظري شايفها مش ثقه بالنفس، يعني ثقه في النفس زياده عن اللزوم لاعلى درجاتها. علشان كده احنا بنقول فيها مشكله. الثقه في النفس غرور. المطلوبه مننا كلنا دي كويسه جدا، بس ليها حدود. طبعا. لو حدودها عدت فانت هتلاقي لا انت في مشكله في الشخص اللي انت بتتعاملي معاه. فالشخصيه المتفرده صعب جدا ان انت تتعاملي معاها كزوجه. دي نعرفها ازاي؟ المفروض ان احنا بنعرفها من فتره الخطوبه اثناء الحوارات والمواقف والكلام، فاقدر ان انا احدد انا إيه عارفه بقى إيه الحاجات اللي ايه العلامات اللي تدل ان دي شخصيه متفرده ان انا اتجنبها اثناء الخطوبه. هو طول الوقت تلاقي نفسك ان انت مالكيش راي، حتى لو انت رايك صح فهو ما بيتسمعش، ما بيتعاملش بيه. بالظبط. طول الوقت تلاقي الشخص اللي قدامك صوته عالي علشان انت تحسي خلاص اللي هو انا غلطت فتمام انا هرجع يعني لورا خطوات. بس دكتور في ستات بتحب برضو الراجل يبقى مسيطر. بصي، حلوه قوي ان انا احس بكينونه الراجل. اللي هو بمعنى ايه؟ ان اي موقف انا ارجع له انا حابه اسمع كلامه، انا حابه اسمع رايه، بس ده ما يمنعش ان انت شخص ان انت ليكي كده يا دكتور مشاركة. هي اللي بتوديه برضو للحته دي، يعني هو لو عنده نسبه منها وليكن 60-70%، هي باسلوبها ممكن توديه للحته دي بنسبه 90% 95%، يعني وارد هي اللي بتوصله للحته دي في فتره الخطوبه. لما بيبدا يحصل ما بينهم الزواج خلاص هو اخد ان هو معتمد اعتماد كامل في كل قرارات البيت وقرارات الحياه. حلو قوي اللي حضرتك بتقوله، اعتقد ان هي السبب. بس خليني اقول لك ان برضو في فتره الخطوبه هو عيب من العيوب اللي بنقع فيها معظمنا، لبس الماسكات. ان انا طول الوقت هقول لك حاضر ونعم وما عنديش راي ومش حابه ان انا اشارك برايي، وان انت طول الوقت بتظهر احسن ما فيك، فبالتالي الدنيا بتبقى حلوه قوي. ويجي بعد الزواج وفي اول سنه زواج بنلاقي ارتفاع كبير قوي في نسب الطلاق. ليه؟ لان الاثنين بيلاقوا نفسهم مختلفين عن الاشخاص اللي هم كانوا عايشين مع بعض في فتره الخطوبه. صحيح. فده مش صح. لو انت حابه من الاول ان انت يبقى ليكي راي وتبقي مشاركه، وده حاجه اساسيه، ما فيش حاجه برضو نقول طبعاً. لو انت حابه لا، هو طبعاً. المفترض ان انت يبقى ليكي راي، مفترض ان انت ليكي شخصيه، مفترض ان انت ليكي افكار معينه، فتبداي صحيح. توصليها للي قدامك. حلو قوي ان انا اسند عليك. أوكي. يعني الراي انا ارجع لك فيه. حلو قوي ان انا اخد رايك في حاجات كتير. حلو قوي ابقى مطمنه بوجودك، اني لو في اي غلط حصل مني او في اي مشكله تقابلني فانت في ظهري طول الوقت.